حياكم الله مشاهدينا الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسم. أنا كرار حباب، فاصل قصير وفقرة فيس تو فيس، خليكم ويانا لا حد يروح بعيد. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقرة فيس تو فيس، حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا، برنامج الوسم، أولى مواضيعنا وأحداثنا في هذه الحلقة. طبعا بالبداية نعزي الوسط الرياضي برحيل الكابتن شرار حيدر، اللاعب الدولي السابق وعضو اتحاد الكرة سابقا، أيضا نائب رئيس اتحاد الكرة وأيضا رئيس نادي الكرخ سابقا. نعزي عائلة الكابتن شرار حيدر والجماهير الرياضية كافة. أكيد هذا الخبر شكل صدمة للرياضيين لما كان للكابتن شرار حيدر من حضور في الرياضة العراقية، وكان إنسان خدوم وخدم الكرة العراقية، خدم الكرة العراقية عندما كان لاعبا وأيضا عندما أصبح في الاتحاد العراقي وايضا عند استلامه رئاسه نادي الكرخ. كل الاوساط الرياضيه وايضا على جهات عليا في البلد قدمت التعازي وايضا نشروا البيانات وكثير من الامور. خلينا نشوف تفاصيل، ايضا نسولف لكم تفاصيل رحيل الكابتن شرار حيدر. طبعا الموضوع ترند في مواقع التواصل الاجتماعي و القنوات الفضائية وجميع الأوساط الرياضية. طبعا بالبداية هو الاتحاد العراقي أعلن انحداد لمدة 3 أيام. يعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عن انحداده، حداد لمدة 3 أيام يبدأ من غد الأحد، كان الخبر يوم أمس، وذلك لوفاة رئيس نادي الكرخ السابق النائب الأول لرئيس الاتحاد السابق والنجم الكروي شرار حيدر، تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك بالصفحة الرسمية لرئيس الوزراء العراقي المهندس محمد الشياع السوداني، ببالغ الحزن والأسى ننعى اللاعب الدولي السابق شرار حيدر الذي طالما خدم العراق في المحافل الرياضية لاعبا ومدربا وإداريا، عزاؤنا لأهله ومحبيه وجميع أبناء الوسط الرياضي في العراق، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه كانت تغريدة رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، أيضا بالصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا خبر وفاة نجم المنتخبات الوطنية كرة القدم والشخصية الرياضية المعروفة بدماثة الخلق والإنسانية والإدارة الناجحة، اللاعب والإداري المعروف شرار حيدر. بعد صراع مع المرض لم يمهله كثيرا، وفي الوقت الذي نعزي فيه أنفسنا وجميع محبي وزملاء وعائلة الراحل، ندعو الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويها الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. أحمد محمد المبرقع وزير الشباب والرياضة. طبعا الكابتن شرار حيدر، أيضا بالصفحة الرسمية للكابتن عدنان درجار رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، ببالغ الحزن والأسى نعزي الوسط الرياضي والأسرة الكروية وعائلة الفقيد برحيل اللاعب الدولي ورئيس نادي الكرخ السابق شرار حيدر، ونسأل الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته جنانه، ويلهمنا على فراقه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا تفاصيل أكثر عن الراحل الكابتن شرار حيدر. ولد في بغداد عام 1968، لعب كرة القدم في الأزقة الشعبية ومثل المنتخبات المدرسية، بكالوريوس في الإعلام من كلية الآداب جامعة بغداد 89-90، مثل أندية الرشيد والطلبة والجوية، رئيس الهيئة الإدارية لنادي الكرخ، نائب الرئيس الأول لاتحاد الكرة الكابتن شرار حيدر، وأيضا الكثير من المناصب والكثير من الـ 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 الأمور اللي كان الكابتن شرار حيدر دائما ما يكون
سباق بها لجميع الرياضيين لجميع اللاعبين. كابتن شرار حيدر قامة رياضية كبيرة، كان له دور بارز في الرياضة العراقية. طبعا عانى الراحل من مرض رقد على أثره في إحدى مستشفيات تركيا. هو بالبداية سوى عملية بلندن بريطانيا، وأعتقد يعني العملية كانت مردودها لصحة الكابتن كان سلبي، لذلك فقد الوعي تماما لدرجة أنه الشهرين اللي مضن كان عايش على الأجهزة. يعني للأسف نقولها احنا فقدنا هذه الشخصية الرياضية اللي كل الرياضيين شفناهم احنا يوم أمس في تشييع الكابتن شرار حيدر حاضرين والجماهير، وأيضا تم نقل جثمانه من تركيا إلى بغداد عبر الخطوط الجوية العراقية، وتم استلام جثمانه في مطار بغداد من قبل أشقاء الراحل وأهله وذويه وأيضا عدد كبير من الرياضيين. يعني ما أعرف شنو أقول، بس إن شاء الله الله يصبر أهله وأخوته وأشقائه ووالدته، اللي بصراحة حتى لدرجة إنه ضموا عليها إنه هو مريض في السابق، من كان قبل شهرين ما رادوا إنه يقولوا لها هو مريض وهو فاقد الوعي وهو بالعناية المركزة، لأنه حالتها أيضا كانت صعبة. ولكن هذا قضاء الله وقدره، وبالنهاية الجماهير من تشوفها تترحم على هكذا شخصية رياضية. هذا يدل على أنه هذا الإنسان المحترم كان قد ترك أثر إيجابي، انطباع مميز لدى جميع الرياضيين بصراحة. عباس يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته مع محمد وآل محمد وبحق محمد وآل محمد. علي يقول الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. عباس يقول رحمة الله تعالى وأسكنه رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته بحق محمد وآل محمد. أما أبو علي يقول الله يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته. آخر تعليق من محمد يقول إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه. هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الموضوع اللي هو موضوعنا الأول في فقرة فيس تو فيس، اللي هو وفاة الكابتن شرار حيدر. بصراحة هذا الموضوع كان مؤلم جدا، تلقى عدد كبير من الشخصيات الرياضية. طبعا الكابتن شرار مثل ما قلت لكم حتى في الزمن السابق زمن النظام البائد عانى معاناه من الطاغية صدام وحزب البعث وعدي اللي عاث بالرياضة، هذا المقبور اللي سوى ما سوى لدرجة انه هو في سنة من السنوات غادر الى خارج العراق، وقبلها قد سجن في عام كامل في احد السجون، اعتقد عام 94 95 او 93 هيك شيء، يعني بهذه السنوات كان يعني ممنوع على كل اللاعبين انه يذكرون اسمه لمجرد انه هو رفض التصرفات اللي كان يتصرفها النظام البائد وعدي المقبور وابوه اللي سوى العراق عبارة عن نهر من الدم. ياهو كان يعارض يكتله، ياهو كان ما يرضى يكتله، مع الأسف يعني هذا حزب البعث اللي مرات يطلع عنا كم واحد هسه من هذول الجيل يطلع الله على أيام الزمن الجميل، من غمتك وغمت أيام الزمن الجميل، تعرف أنت أيام الزمن الجميل كانوا أكل ما يأكلون، أمهاتنا كانت تأكل محروق صبعة ما أدري شو اسمه، خبز بالمي ما أدري شنو، ايش تدري أنت أيام الزمن الجميل. هو خلى علينا زمن جميل هو هذا المقبور، هو ولده ومن لفهم متنعمين بالخير وبالقصور، وين ما تروح بأي محافظة تلقى باني له قصور مو قصر واحد، والشعب العراقي المسكين ميت من الجوع. زين أبسط مقومات العيش والحياة معدومة، ما موجودة كانت في ذاك الزمان، بس اللي قريب عليه لا متنعم بالخير وبالفلوس وبالمناصب، ويجيني واحد يقول هذا نموذج
الكابتن شرار حيدر من الناس اللي عانت في ذاك الزمن، وغيره كثير من الرياضيين. اذا نحكي على 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 حبيب جعفر، هذا الاسم اللي كان ابرز اسم يمكن بتاريخ الكره العراقيه في ذاك الزمن وحتى حاليا كالكابتن، كان يعذبه عدي، والله شنو لانخاه، والله ما قول بهاي اللعبه، شو تريده انسان الي مثلا، شنو غيره وغيره من النجوم. فهذا احد النجوم اللي عانوا من الزمن الجميل على قولتهم، ايام الزمن الجميل. والله الزمن جميل، انا لله وانا اليه راجعون. الله يصبر اهله ومحبيه وذويه الصبر والسلوان، والله يعيننا على فراقه. هذا كان موضوعنا الاول في فقره فيس تو فيس. موضوعنا الثاني بصراحه يعني انا ما اعرف يعني داخل لي بيصفنا قبل لا احكي، لانه احيانا تتفاجئ من تصرفات من امور تقول يعني هاي الدول شنو معقوله بوجهين يعني مثلا، لو هم هذا طبعهم من البدايه، لو هم هسه تغيروا، ولو شنو اللي صار من 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 ولدنا، من ولدنا بالدنيا عرفنا كثير من الامور. اولها انه الاسلام ديننا، علي محمد نبينا، علي امامنا، الحسن والحسين، القران كتابنا اللي نحفظ ونقرا، ودائما احنا ناخذ الدروس والعبر وكل القوانين الحياه اللي احنا جايين نمشي بها من القران الكريم. وايضا الاسلام ديننا الاسلامي اللي احنا نمشي على هذا الدين. فعرفنا هذه الشغله، ايضا عرفنا عدونا منه، عرفنا اللي يحبنا منه، عرفنا اللي يكرهنا منه من البدايه، من احنا من الطفوله، من انولدنا عرفنا انه الكيان الصهيوني هذا عدو غاشم محتل للاراضي الفلسطينيه، محتل ومغتصب لهذا البلد ولأراضي هذا البلد. القدس اللي دائما ما احنا نحكي ونقول وان شاء الله يتم تحرير القدس، دائما ما نتكلم بهذا الموضوع. عرفنا من احنا صغار انه هذا الكيان الصهيوني هذا عدونا، لانه اجى احتل واغتصب الاراضي بغير وجه حق. خلاص هذا اللي وعينا عليه وجاي نشوفه وشفناه وتاكدنا منه، وحاليا جاي نتفرج ونباوع ايش جاي يسوي هذا الكيان الصهيوني. دائما ما يتم محاربته من 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 قبل الدول اللي ما اعرف شو اسمي لكم اياها، بس دول الحق اللي تعرف حق الله، زين، اللي دائما تحارب الكيان الصهيوني هاي دول اللي تعرف حق الله. اما الدول اللي ما تعرف حق الله، اللي كل ساعه جايين مطبعين وياه، كل ساعه جايين ويا الكيان الصهيوني، انت لمجرد انه انت تذكر اسرائيل فانت معترف بيهم، مفروض تذكرهم الكيان الصهيوني القذر اجلكم الله. شوف التفاصيل، طبعا خلينا نشوف التفاصيل والاخبار بالش اسمه. طلع لنا هذا القرد المسخ اجلكم الله، هذا اللي ما اعرف يعني، انا خلقناكم في احسن تقويم، بس هو ما ادري يعني خلقته ما ادري شنو يعني هذا القذر نتنياهو. صرح تصريح طبعا بالامم المتحده وقدام الدول والهذا، قال اسرائيل على عتبه التطبيع التاريخي مع السعوديه، وليس للفلسطينيين حق في الفيتو، في حين توعد بمنع ايران من حيازه اسلحه. واسست هذا مال ايران ما تقدر لهم انت، خليه على صفحه، لان انت ما بيك خير، زين، ودائما هم يدقوك، انت ما بيك خير. نجي على الشطر الاول، على عتبة التطبيع التاريخي مع السعودية. يا بقينا يجوز هذا مفبرك، يجوز هذا يكذب، يجوز هذا هو هيك من يما يطلع حكي يريد يسوي ضجة، يريد يشق الصفوف على قولتهم، يريد يسوي شغلات. خلي يولي، خلنا عبره خلي يولي. على بي محمد بن سلمان ولي عهد السعودية والهو القائم هسه بالدولة كلها، أن تعليق المفاوضات بشأن العلاقة مع إسرائيل غير صحيح. غير صحيح، وكل يوم تتقدم، وفي حال نجحت إدارة بايدن بأن تعقد اتفاقا بين السعودية وإسرائيل سيكون الأضخم من نوعه.
يعني انا هذا المسخ هذا ما صدقت فيه. قلت يجوز كذب يعني، يجوز مفبرك او يجوز هو هيك حكي من وحده. زين هذا نتنياهو القذر، الا ولعهد الدوله يصرح هيك تصريح. زين وين حق الفلسطينيين اللي دائما ما تنادون به؟ نسيتوه؟ احنا اليوم امريكا وباقي الدول اللي مطبعه وياهم، زين احنا اللي بصفهم ونعرف وجاي يسوون بيهم، نجي نطبع. السعوديه هذا البلد اللي بي بيت الله الحرام، بي قبر الرسول محمد عليه افضل الصلاه والسلام، يعني بشرفكم النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام اللي موجود بقاعكم تردون اسرائيليين طبعون وياهم ويجون ويطبون بيت الله الكعبة، تجون انتم تطبعون ويا اسرائيل؟ لا، وسيكون الاضخم من نوعه. والله ما اعرف شو اقول، بس مع الاسف لانه كل الدول حاليا وحكام الدول العربية يعني اغلبها، ما نقول كلها، اغلبها الامر اللي جاي ياخذوه مو من الداخل، مو قرار من الدولة نفسها، لا من 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 دول مثل امريكا بريطانيا وغيرها، ومصالح شخصية. وانا متأكد شعوبهم ما راضية، انا متأكد اغلب شعوبهم ما راضية على هذا التطبيع اللي جاي يصير ويا الكيان الصهيوني. بس لو تطبع الدنيا كلها ويا الكيان الصهيوني، اكو دول ما راح تطبع ابدا ابدا، من ضمنها العراق، من ضمنها لبنان، من ضمنها ايران، من ضمنها كثير دول. هذه الدول ما راح تطبع مع هذا الكيان الصهيوني الغاشم اللي هذا يتصدره. هذا شوفوا لي شكله، والله هسه انا هو يقول لك لا غيبه، فهسه انا والله رد احشش عليه يعني عادي يصير طبيعي، يعني هو فاسق، يعني هو قاتل مجرم، هو يذبح بالشعب الفلسطيني محتل مغتصب للاراضي. زين فما اعرف هذا شنو انت يعني. لا وشوف اسرائيل ان 1948 ومسوي له ورافع، ولك انت منو تجابك؟ انت غير خلف الله على بعض الدول ذولا اللي يطبعون وياك، وامريكا ساندتك. شوف والله شكله ما بي نور محمد، ما هيك ما ادري شنو ما شنو. والله احنا انعتبنا عليه الاخوه في قياده الحكم في السعوديه، قبلها عتبنا على البحرين، عتبنا على بعض الدول اللي طبعت ويا هذا الكيان الصهيوني. بالنهايه كنا راح نوقف امام رب العالمين ونتحاسب، بس اكو حساب عن حساب راح يكون عسير. من ضمن هذه الامور انه انت تخلي ايدك بايد الكيان الصهيوني. طبعا علي عيسى يقول خوالك بعد، شنو الغريب بالموضوع؟ اما ككاوي، شوف حتى ككاوي من يسمي نفسه ككاوي طاش يقول عقد الصلح بين بني سفيان وبني حتى ككاوي، شوف حتى ككاوي ما راضي. ككاوي مصطفى يقول معروفه ميولكم واهدافكم من زمن تاسيسكم. اما علي يقول القدس قضية إسلامية وعربية، ومن يتخلى عنها فإنه يتخلى عن دينه وقوميته. بعد ما صدعت رؤوسنا السعودية ودول الخليج بزعامة الموقف العربي والادعاء بالتمثيل الإسلامي لمسلمين العالم وتصدير فتاوى التكفير وبثها في جميع أنحاء العالم وبالأخص الشرق الأوسط التي انبثق منها الجهات المتطرفة التي عاثت في الأرض الفساد وقتلت العباد ونشرت الإرهاب بأبهى الصور، اليوم تقف بالجنب من إسرائيل. نحن لا نستغرب من هكذا أمور، لأن ما تحت الطاولة أصبح فوقها، لأن ما تحت الطاولة أصبح فوقها. لكن نحمد الله على نعمه وبالأخص نعمة البصيرة
التي أغلب الناس فاقدة إلها. أما آخر تعليق من حيدر السعد يقول: وفي العراق لن يكون لكم ذلك حتى لو على دماؤنا. هذا هو العراقي اللي ما يعترف بالكيان الصهيوني ولا راح يطبع. بينما الكثير، طبعا هذا كان آخر تعليق، بينما الكثير من دول العرب ودول اللي ما شاء الله اللي دائما يصدعون رؤوسنا بالعروبة والمدري شنو والمدري شنو، تلقى خالي دافيد نتنياهو ويسلم عليه ويطبع وياه وتمشي الأمور وكأنه شيء لم يكن. سيبقى العراق على موقفه الثابت من الكيان الصهيوني، أو مستحيل يجي يوم من الأيام أنه راح يطبع أو يعترف بإسرائيل كدولة. مشاهدين الكرام، انتهت فقرة فيس تو فيس. فاصل قصير وفقرة ترند تيوب، خليكم ويانا، لا حد يروح بعيد. اهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في فقرة ترند تيوب، حيث الفيديوهات اللي تاخذ صدى عالي في مواقع التواصل الاجتماعي. اول فيديو عندنا العمالة الأجنبية اللي موجودة بالبلد. يعني دائما ما نحذر احنا انه انتقوا الزينين، انتقوا الناس اللي الأمينة، انتقوا انتقوا انتقوا، دائما ما نقول حاولوا قدر المستطاع انه تقللون من هذا الموضوع، شغلوا ناس بشركات معتمدة، عندهم تفاصيل، عندهم سيفيات، عندهم أولويات. دائما ما نذكر احنا ونحكي هذا الموضوع. معرض مال السيارات، تعرفون المعرض مال السيارات، شدات داخله وشدات خارجه. عامل باكستاني او بنغلاديشي، ما اعرف من اي دوله، عامل جيب شاي ودي هاي الامور تفاصيل، يمسح الميز. تعرفون شهريتهم شهريته عاليه، 3-4 ورقات بالشهر. هذا شو دخل، شوفوا السوى والمبلغ، بعدين اقول لكم المبلغ اللي سرقه ايش قد. خلينا نشوف. هاي طلع من جيبه، هاي هنا جايباوه اجى واحد ورجع، رجع على جيبه. مفاتيح وايد قفلها. سرق ما يقارب 30,000 دولار، يعني 3 شدات 30,000 دولار. زين، 3 شدات صغار محطوطات بالمجار، شيكين أولين دائما موجود، موجودات 3 شدات بالمجار بالقاصة مدري بالجرارة، خلاهن وراح. 3 شدات يعني بيهن جيب لاريدو، بيهن سورنتو، بيهن سبورتج 2023. زين، وهم يزيد من عندهن بيهن تشارجر لو 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 كرايزلر من هاي المفوله، ماكو هاي المفوله. زين، هاي الكلش فدنا وباخر موديل. بيهن بعد شبيهن، بيهن برادو. زين، يعني شكل 2015 هيك 14. بيهن يعني فلوس زينات، يعني 30,000 دولار، يعني اذا اريد نحسبهن يمكن تقريبا 45 مليون هيك شيء، يعني 45 مليون دينار عراقي. زين، اذا نحسبها على 15، زين هاي 45، زين 45 مليون دينار عراقي. طبعا احنا حسبنا على الدولار ب 150، اذا نحسب الدولار هسه هو مفول الدولار ما شاء الله، يفول ويرجع. زين، سرقني وراح.
المشكله من جينا وشفنا هذا الفيديو وهذا الناس تقول له حل، هذا يقول له عفية، وهذا يقول له حل، وهذا يقول له شكم شغلين. يا اخوانكم اكو شغله لازم تعرفوها، انه عادي بكل دوله اكو عماله اجنبيه، طبيعي الموضوع. اكو ناس ما تشتغل هذا الشغل في نفس الدوله، ف اكو عماله اجنبيه تشتغل. بعض التعليقات حل عفي عليه يطبهم طاب وشكم شغليهم. شنو المفروض انه اللي يشتغل يجي من شركه بياناته واولوياته وتفاصيله موجوده، فما يقدر يسوي شيء. مو هذا اللي طاب شيك الموضوع وبعدين رجع شاف ان تلشدات، شوفه بيد الصينيه يمكن خلاهم بالصينيه والله ما ادري، شاف ان تلشدات زينات قال لك هذني هن ذني هن ذني ارجع لبلدي اخذ عليهم بيها. رجع دخل، شوف شلون دخل، ما شاء الله ما شاء الله، خلى الصينيه هيك ما يحتاج الصينيه بعد، شو يسوي بالصينيه؟ افتح الجراره، هو اخذ هذا مال شاي، افتحن 30,000 دولار، الله ومحمد وعلي وياك. خلي نشوف التعليقات ايش قد اكو ناس متشمته بصاحب هذا المعرض، ليش؟ ما ادري. علي الزيدي يقول له بالعافيه، ليش يا اخوي بالعافيه؟ محمد جواد يقول له ها هي صديق وعدك الحساب بعد. صادق يقول احسن، حتى من يشتغل الاغلبيه يقولون عراقي يريد يوميه اكثر، هسه خلي يفيدكم ابو 3 اوراق بالشهر. هذا نموذج من التعليقات. يقول حيل والله زين يسوي هذا اللي يثقون به. ما شايف ناس تشمت. ابو ادم يقول حتى تتوبون ما تشغلون جانب، سلم لي. اخر تعليق يقول لك بالعافيه ثامر. ثامر يقول بلا هسه اريد نرجع للتعليقات من البدايه. بالعافيه هذا هو احسن حل. شوف ركز، حتى تتوبون سلم لي بالعافيه. بدينا التعليقات بالعافيه ونهينا. ليش مكيفين هيك؟ شاية سرقة؟ والله ما اعرف. طبعا هذا كان اخر تعليق بخصوص هذا الفيديو اللي ايضا انتشر بصوره كبيرة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي. الايفون هذا الجهاز نزلوا اصدار جديد. الاصدار ايش قد؟ اصدار 15. نزلوا اصدار 15، هذا نزل البارحة واليوم واول بارحة بالاسواقات طبعا شفنا الطبقة المخملية ماكو هاي التوقف تاخذ لها سرة هيك من هنا طابور تسوي لها والله على شنو. اقتناء جهاز الايفون 15 عمي داروا حتى جهاز الايفون 15 اوقف سرعة على هوان السرعة ما صمونت عاجز اوقف عليها، اوقف سرعة على ايفون 15. المهم نزل الايفون 15 وهذا اللي جاي عرضه باحد المحلات في الدهوك او السليمانية ما اعرف وين. شوفوا شنو صار من عرض جهاز الايفون 15 للزبائن. ما شاء الله ليزر شلون اخطيه هذا 15 فرحان بي بلاتينيوم مدري ايش طب راح وقع هيك نوع عرضه يدلز مزين دلز مزين ما تقول لي عارضه المن انت هيك عارضه شنو طب وقع شوف وجاي بالقنوات خطيه وسائل الاعلام والجمهور والدنيا وهذا جاي عرضونها شوف دميله هيك رجعه شويه ميله سوي له ميلان ما شاء الله باعينه الله قطيع زين هسه انكسر صار بي شيء غير نفتهم والله ما ادري ويروح لك الايفون ابو هسه بيش طبعا هسه هو ب 2000 دولار يمكن هسه هو ب 20 ورقه ما ادري 22 ورقه صار هسه مع العلم هو
صدق وعد ليش هاي؟ السعر الرسمي ينزل بالشركه 1500 مدري 1600 دولار، زين؟ تجي هنا بالعراق 2200 دولار، زين؟ طبعا انا ادري بيكم شلبتوا لي بيها هاي مال رسمي، انا ادري بيها، زين؟ فهذا الايفون وهذا اللي وقعه، خلينا نشوف التعليقات ايش راح يقولون عليه. خطيه راح بيها راح نوبوجه خطيه، هو يمكن كان تنبأ لي لهذا الموضوع، تنبأ له ما اعرف. علي يقول له عين الما صلت على النبي، صدق عين الما صلت على النبي. اما جاسم يقول هاي خوش طريقه للترويج، بطله كذب. يعني شنو قصدك؟ يعني هو انت قصدك انه هو متقصد يوقعه على مدي طش مثلا الفيديو لو على يعني هو ايفون 15 الناس كلها تدري نزل بهذا بشهر التاسع ونزل بهذا اليوم، فشنو انت يعني ما اعرف محقق كونان المفتش كرومبو ما ادري ايش اسمك تذكرون كان يطلع على ميلودي ما ادري وين المفتش كرومبو. عبوس يقول تبيعه على سقاطه، تبيعه على سقاطه لو لا ما يبيع على سقاطه، بيع على سقاطه ما شاء الله استغلاليين، استغليت الموقف بيع على سقاطه ليش؟ سنان يقول لي هذا عرض بشرفك، قطع اللحم من القوطيه، ايش قد تحبون القواطي والنايلون ولا تشلعها وخليها حتى تبين جديده. اخر تعليق من انيق بشخصيتي، انيق بشخصيه اقول لكم شنو هاي الحسابات بعد هيك اسمها ما انقرضت، انيق بشخصيتي جمالي باخلاقي، هاي شنو هاي؟ يقول خطيه قلبه وقع مع التليفون، شهوان قلبه وقع وتريده ما يقع قلبه رحم الوالديك وانا قلبه وقع. هذا كان الفيديو الثاني في فقرتنا. الفيديو اللي بعده مرات شايف واحد ينتحل شخصيه يعني يروح يشتري له نجمات وهاي وهو ضابط زين، لو يطب الدائره يقول لهم انا مدير عام لو انا ما ادري شنو، هاي مرات انتحال شخصيه. بس مال تنتحل شخصيه انه انت اقارب رئيس الوزراء والامين العام لمجلس الوزراء وتمشي وتتفق على العالم وتطب للد... هاي كارثه، هاي مال قرايب رئيس الوزراء. خلينا نشوف الامن الوطني ايش سوى ويا هذا. هاي أقارب رئيس الوزراء طبعا تم إلقاء القبض عليه من قبل الأمن الوطني، أبطال الأمن الوطني نوجه لهم التحية على هذا المجهود. وهذا طبعا شوفوه متابعوه بالبداية شافوه بالهاي الأجهزة الكاميرات الحرارية ما أعرف شون يحاول ينتقل من منزل إلى منزل، بالنهاية هم تم إلقاء القبض عليه. ولك منتحل صفة قرايب رئيس مجلس الوزراء، قرايب رئيس الوزراء وتقول لهم أنا أمين عام لمجلس، ولك أنت ياهو، ولك أنت مين جابك على العالم هاي وتروح وتمشي وتسوي وهذا؟ والله أنا قرايب رئيس الوزراء، ولك شنو السالفة؟ شنو هي هيته هي تايهة، كل من إله كل من له على قولتهم. شوف انه حاول يشرد بقى، شلون حاول يشرد ما شاء الله اطفري راد 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 يشيت من شو اسمها هاي ال الستاره. بس بالنهايه القوا القبض عليه وجابوه للعداله.
خلينا نشوف التعليقات حول هذا الفيديو. فراس يقول المسكين يريد يعيش اللحظة. اي والله يريد يعيش اللحظة، ما بس ما خلوه، يريد يعيش اللحظة بس ما خلوه. حيدر يقول أبطال بارك الله بكم. أما ضياء يقول هسه أنا لو تدرون منو قرايبي بس ما أقول، خاف هم تقول أنت حل صفة قرايب فلان. منو قرايبك؟ قائد قوى ذيك الصفحة منو قرايبك يعني ست؟ والله أنت لو قرايبك واحد بالدولة كان هسه أنت الصورة اللي مخليها كله هيجي واقف لك ورا مونيكا ماكو هيجي ام فور بيدك مستعرض بيها زين الطب على صفحتك الهايلايت كلها تركيا اسطنبول بيروت ما ادري شنو هاي كلها نلقاها هيجي زين نلقى لك لازم فصورتين ثلاثه بالباديه ما هاي لازم ضروريه مسوي لك رحله هاي للباديه هاي دائما ليش هو ليش صدق اقارب وابناء المسؤولين وهذول ماكو عندهم هيك يسوون يعني يروح لسفره يروح لمدري شنو ليش شنو السبب ما حد يعرف. عمور يقول شنو هاي الداخليه كلها قامت تتعامل بالدرونات وتصوير ليلي لا متطورين شاتب بيش طالبهم متطورين حطيت عينك عندهم اجهزه متطوره حطيت عينك يعني لازم تحط عينك. يقول شنو يتعاملون بالدرونات وتصوير ليلي ايش وين احنا بال57 بال30ات غير تطورنا الوضع تطور داخلية بكل صنوفها بأجهزة حديثة وشغلات شلون انت ببيتك وتعلق لك على واحد لو تسوي لك مكسورة ويجيبوك غير بهاي الأجهزة اللي خليت عينك عليهن يا اخوي. مرتضى يقول دمتم بحفظ الله ورعايته جهاز الأمن الوطني. هذا كان آخر تعليق بخصوص هذا الفيديو اللي أيضا انتشر بصورة كبيرة جدا. الفيديو اللي بعده يعني خلينا نشوف الفيديو ونشوف تفاصيله وبعدين نسولف. سورة الإخلاص. طبعا هو ما ادري ليش صفق له، هو المفروض ما يصفق بس صفق له لان ادى الكلام بكل يعني ما شاء الله بكل التفاصيل حرفيا. هذا الببغاء اللي اكو ناس يسميه ببغاء، اكو ناس يسميه ببغاء حلو. هذا الببغاء قرأ الآية كاملة كاملة ما شاء الله عليه ما شاء الله، بس انطى بالبداية قال له كذا وكذا هو كملها كملها ما شاء الله. يعني هذا طبعا البعض يقول لك انه اكو حيوانات ما عندها عقل ما لذلك وهذا، بس هي هاي رب العالمين هاي قدرته على انه من الطير انه يخليه يتكلم طير، يعني طير يتكلم فما بالك انه يتكلم ويقرا آية قرآنية. خلينا نشوف التعليقات حول هذا الفيديو اللي ايضا انتشر بصورة كبيرة جدا. عباس يقول تبارك الله عفية الشطور ما شاء الله. هاي ابرز التعليقات على هذا الفيديو اللي ايضا كان له صدى كبير في مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نشوف الفيديو اللي بعده ايضا انتشر بصوره كبيره جدا لرئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني خلال الكلمه اللي القاها في اجتماع منظمه الامم المتحده. خلينا نسمع الكلام اللي ذكره وراها نسولف. Any aggression towards other states. Similarly, we ask everyone to respect.
تؤكد جمهورية العراق التزامها بمبادئ القانون الدولي واحترام جميع القرارات الأممية وتصميمها على إقامة أفضل العلاقات مع الجميع ولا سيما دول الجوار ونرفض التدخل بشؤون بلدنا الداخلية وتحت أي ذريعة كانت وفي الوقت الذي يلزم فيه دستورنا أن لا يكون العراق منطلقا للاعتداء على الدول الأخرى نطالب الجميع باحترام سيادة العراق وسلامة أراضيه ونحتفظ بحقنا باتخاذ الإجراءات المناسبة على وفق ما أقرته القوانين والمواثيق الدولية لردع أي انتهاك تتعرض له بلادنا. طبعا هذا كان أبرز ما تحدث به رئيس الوزراء العراقي محمد الشيوعي السوداني في كلمته لدى الأمم المتحدة. ذكر الكثير من الكلام، أنه أكد أنه العراق ملتزم ونحو التطور وكل المواد القانون الدولي ويحترم جميع القرارات الأممية، وأيضا ذكر أنه ما نريد أحد أنه يتدخل بالشؤون الداخلية بالعراق لأي سبب كان، وأيضا قال أنه العراق ما يصبح مكان للاعتداء على الدول الجوار، وأيضا أكد على الكثير من التفاصيل بالدستور أنه لازم نلتزم بها وهي المنطلق للنهضة والكثير من الأمور اللي ذكرها رئيس الوزراء العراقي محمد الشيوعي السوداني. هذا كان فيديو أيضا انتشر بصورة كبيرة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي. البعض فسر الكلام وقال أنه هذا الكلام جريء جدا وأنه يجب أنه على أي شخص من يوقف في هذا المكان أنه يجب أنه يتحدث. دائما العراق مثل ما تعرفون عنده هذا الموضوع اللي هو الأساس، واللي هو يعني إذا نجي نحكي بصورة عامة يا أخوان، تجيك بلدان مثل أمريكا، بريطانيا، غيرها من هاي الدول، فرنسا، تريد تتدخل، تريد تسوي، تريد تبوق، تريد تنهب، تريد هذا. كلمة رئيس الوزراء كانت واضحة إنه إحنا ما نريد أحد يتدخل بشؤوننا، ولا نريد نتدخل بشؤون الدول الأخرى، ولا العراق يصير ساحة للحرب وتصفية الحسابات. وأيضا انه احنا ذكر انه احنا ملتزمين بالدستور وملتزمين بالدستور العراقي وايضا الدستور الاممي ونمشي على القوانين. هذا اللي ذكره. كذلك الحال طبعا هو كثير من الامور اللي حكاها وشدد عليها. نفس الوقت احنا نطالب الرئيس الوزراء بانه يكون اكثر حزم واكثر قوة مع بعض الحالات اللي تصير بالمجتمع، اللي احيانا اشخاص يسرق المال العام، شخص يسوي شغلات مثل الفساد، مثل الجرائم المتكرره اللي دائما تصير، نتمنى انه يتعامل معاها بحزم وقوه. كذلك الحال يفتر على كل الوزارات المعنية بخدمة المواطنين. بالنهاية المواطن العراقي يريد لقمة يأكلها ويريد راحة وعيش كريم، ما يريد أكثر من هذا الشيء. ما يريدك طبعا احنا نحترم ويعني دائما ما نقول هذا اللي جاي يصير حاليا الشوارع وغيرها من الأمور، المستشفيات عاش ديكم عليها، بس نطالب بالمزيد دائما، لان العراق رجع قرون، فهسه احنا بدينا نهض من جديد، وبالنهايه هو هذا حق المواطن العراقي على حكومته على شعبه. هذا ابسط ما يملكه المواطن العراقي، انه هو حقه انه انت تسوي اللي هي. طبعا هذا كان اخر فيديو نختم به حلقتنا لهذا اليوم. مشاهدينا الكرام، وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم. حتى التقيكم في الحلقه القادمه، نقول لكم في مالا.